اكتر من هيك ما عندي كلام. الله يرضى عليكي إلى ولد. شاهدوا لحظة تلقي شكران مرتجى خبر وفاة والدتها، انهارت مباشرة على الهواء وأبكت الملايين بكلامها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر لحظة تلقي الممثلة السورية شكران مرتجى خبر وفاة والدتها، وفي التفاصيل وخلال حلول شكران ضيفة ضمن إحدى البرامج تلقت اتصالاً أخبروها فيه أن والدتها قد فارقت الحياة، لتنهار على الهواء وتجهش بالبكاء أمام الجميع. أبي! ولك يا ربي! ورغم صعوبة الموقف حاولت شكران مرتجى قدر الإمكان أن تستجمع قواها وتوضح للمشاهدين ما حصل وسبب بكائها الشديد، حيث قالت: بعتذر منكم بس أنا لازم أوضح للناس، أنا هلأ تلقيت خبر وفاة والدتي، سامحوني على أي شيء. وتابعت: بدي أتشكر فريق العمل لأنه أنتوا حضنتوني بلحظة تلقي الخبر، وإن شاء الله يكون هيدا الشيء بميزان حسنات والدتي، وهي علمتني إنه الشغل عبادة والإنسان ما لازم يتخلى عن وعوده، طالبة من المشاهدين أن يدعوا لوالدتها بالرحمة. هلأ تلقيت خبر وفاة والدتي وأنا معكم، فسامح. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين تعاطفوا معها وعبروا عن حبهم الكبير لها ودعمهم لقوتها وصمودها، كما تمنوا الرحمة لروح والدتها الراحلة، بينما شارك البعض تجاربه المشابهة، حيث قالت إحدى المتابعات: ما أصعبها، عشت هاللحظة ولهلأ مش عارفة أصحى من صدمة وفاة الغالية، الله يرحمها ويرحم جميع الأموات. وأضافت أخرى: الله يرحمها، أصعب وجع وفقد هو فقد الأم، ما في حدا بيعوض مكان الأم، الأم هي الدنيا كلها، وفقدها بيكسر الظهر وبيطغي الروح، الله يرحمها ويرحم ماما وكل الأمهات. ربنا ربنا. هذا وكانت والدة الممثلة السورية شكران مرتجى توفيت الأسبوع الماضي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة ألمت بها منذ مدة أدت إلى دخولها إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق لتفارق الحياة بعدها. وقد أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة الخبر في تغريدة على حسابها عبر تويتر، كتبت فيها: والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله، قلبي معك يا حبيبتي، الله يرحمها. وشكل الخبر صدمة كبيرة لشكران مرتجى ومحبيها، خصوصاً أن وفاة والدتها جاء بعد أيام قليلة من عيد الأمهات، حيث عبر المتابعون عن حزنهم الشديد لدى سماعهم هذا الخبر، متمنين أن يسكن الله والدتها فسيح جناته.